كيفكم يا حلوين؟ أنا مستنى كتير اشتقت لكم، بدي ديروا بالكم على حالكم كتير منيح، تغسلوا إيديكم كتير منيح، ما تغلبوا ماما أبدا، العصفورة دائما تيجي تحكي لي عنكم أشياء كتير حلوة، بدي إياها دائما تحكي لي عنكم هاي الأشياء الحلوة. اليوم أنا وياكم رح نتعلم بكتاب التربية الإسلامية عن الرفق بالحيوان. مرن الإسلام بالرفق بالحيوان كيف؟ أول شيء إني أهتم بنظافة الحيوان ومسكنه، إذا عندي حيوان بالبيت أهتم فيه بنظافته، بالمكان اللي هو من نحطه فيه أدير بالي على نظافة مكانه، وكمان إني أطعمي الحيوان وأسقيه. كثير في منا عندهم قطة أو أرنب أو سمكة بالبيت، نحب دائما طعم الحيوان ونشربه مي إذا كان بحاجة. كمان أمرنا الإسلام بأن نرفق بالحيوان وما نأذي وما نتعرض له إذا كان بالشارع أو بأي مكان، إني أعتني بالحيوان المريض، إذا شفت حيوان مريض أستعين بشخص كبير لحتى يساعدني بإني أعتني فيه. إذا كلياتنا هلا رح نحاول مع ماما ونحكي لها كيف يعني إحنا رح نكون مثل ما أمرنا الإسلام بالرفق بالحيوان، إنه ما نتعرض لهم بالشارع، إنه ما نرمي عليهم حجارة إذا شفناهم، إن نعتني فيهم نطعميهم أو نشربهم. وهلأ أنا وياكم رح أترككم مع هذا الفيديو الحلو، والمرة الجاي رح نلتقي أنا وياكم درس جديد. بحبكم كتير. شيمة المؤمن وعلامة الإيمان، يا أيها الإنسان الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. فانظر إلى رجل سقى كلبا تملكه الظما، من ربه نال الرضا وجزاه مولاه الجنان. فانظر إلى رجل سقى كلبا من ربه نال الرضا وجزاه مولاه الجنان. يا أيها الإنسان الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن وعلامة الإيمان، يا أيها شيمة المؤمن وعلامة الإيمان. أما التي ما أطعمت هرا ولا حتى سقت، حبست وما فأدخلت في النار باءت بالهوان. أما التي ما أطعمت هرا ولا حتى سقت، حبست وما فأدخلت في النار باءت بالهوان. شيمة المؤمن وعلامة الإيمان، يا أيها الإنسان الرفق بالحيوان من شيمة المؤمن.